يبين الشكل حلقة موصل دائرية نصف قطرها 10 سنتي، إذا نصف القطر هو 10 سنتي. نكتب المعطيات هنا. أي 1/10 متر. يمر بها تيار كما هو مبين على الشكل. إذا التيار المار أولا في هذا السلك هو عبارة عن 5/باي. عندما يمر في هذه الحلقة فإنه ينقسم التيار إلى قسمين، التيار في الجزء العلوي والتيار في الجزء السفلي بهذا الاتجاه. إذا كان التيار الأصلي هو 5/باي وأخذ التيار 1 3/باي، فإن التيار الثاني يتبقى له 2/باي أمبير. إذا بالاعتماد على المعطيات الموجودة على الرسم احسب المجال المغناطيسي في مركز الحلقة د. إذا هنا يتجزأ التيار إلى جزئين، التيار في الجزء العلوي وهو 3/باي، والجزء التيار في الأسفل وهو 2/باي. إذا المجال المغناطيسي في الأعلى أو الجزء العلوي يساوي ميو نوت في التيار في نون على 2/4 القطر يساوي 4/باي في 10^-7. تيار في الجزء العلوي وهو 3/باي في نون وهي عدد اللفات، هي نصف لفة لأنه هذا هي نصف لفة، على 2/5 القطر 1/10. إذا الباي مع الباي تذهب، 2 مع 4 تبقى هنا 2، 2 مع 2 إذا يصبح لدينا الإجابة هنا 3/10^-6 تسلا، والاتجاه بعيد عن الناظر. ضع الإبهام باتجاه التيار سوف تكون المجال المغناطيسي بعيد عن الناظر. الآن المجال المغناطيسي في الجزء السفلي يساوي نفس القانون بالتعويض عن 4 باي في 10^-7 ضرب التيار في الجزء السفلي هو 2/باي، نصف نون أيضا نصف عدد اللفات على 2/5 القطر أيضا 1/10، وتكون الإجابة 2/10^-6 تسلا قريب من الناظر. إذا المحصل الآن أو الكلية تساوي الأكبر ناقص الأصغر. إذا المجال المغناطيسي في الجزء العلوي ناقص المجال المغناطيسي في الجزء السفلي ويساوي 3/2/10^-6 ويصبح 1/10^-6 تسلا بالاتجاه البعيد عن الناظر، يعني بالاتجاه الأكبر.